كابتن محمد، اللقطه اللي عملها النهارده محمد نصر، لو انت في منصب اداري في النادي الاسماعيلي موقفك يبقى ايه؟ محمد نصر وهو يطرد من الملعب ويحتك بالكابتن احمد غندور. لا هو في شقين، هي في ده مش فاول، اتفقنا كابتن جاد قال كده. طيب طب ما انت دلوقتي انت اللي بتخرج اللعيب عن شعوره. يعني انا راجل دلوقتي خسران، اجي دي فاول ما فيهاش اي حاجه، خلاص كابتن جهاد جريش خلاص وضحت الكابتن جهاد. ما انتوا الحكام، انتوا اللي بتعملوا مشاكل لعيبه النادي الاسماعيلي. حلو السؤال، انا فين انا فين يعني فين اللي يعني الحكام انها تتعامل بشكل ان هو كانت لعيبه، اللعيب ده زعلان، اللعيب ده هيخسر فرقته اللي الكوره مش فاول، معلش معلش وانك وانك بتديني انذار. طبعا التصرف ده غلط طبعا. ايوه حلو، التصرف غلط. تعالى بقى ايه، تعالى 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 نقول ان هي مش فاول، تعالى نقول انه كان خطا. انت نفسك وانت بتلعب في اخطاء الحكام بيجوا عليك فيها، بس مهما اعترضت عمرك ما هتوصل لمرحله انك تتلامس مع الحكم. انا كلاعب انا لازم ابقى متزن، بس انا برضو ارجع اقول للحكام، ويسيب بقى ويسيب اللي زيك يطلع يقول يا جماعه لا كان في خطا كبير، في خطا لا خطا بس كبير، بس اللاعب لاعب في الملعب، اللاعب لاعب. والنهارده لازم ده، ما هي دي المواقف الخبرات اللي بتعلمك. النهارده موقف زي ده، هنفترض ان الفاول ده انت ما عندكش انذار يا نصر، والفاول ده اول انذار ليك. هل دلوقتي انت تقدر تعمل الكلام ده في بدايه مباراه وانت النهارده فرقتك دي تخسرها؟ هو في الاسوء يا كابتن محمد، ايه ان هو في الاسوء، ما هو في انه لاعب ده مثلا، لا بقولك في الاسوء من كده، انه اللاعب محمد نصر غالبا هيتم توقيع عليه عقوبه كبيره، عقوبة طويل. الاسماعيلي رغم ان هو الافضل بغض النظر اللي هو عنده بعض الاخطاء، احنا برضو بقول لجمهور النادي الاسماعيلي والصفحات والبيدجات اللي هي مالهاش يعني، او الناس اللي بتفضل الحاجات اللي مش رسميه يعني. الحاجات مش رسميه، وانا بطالب طبعا الدوله او بطالب مثلا الناس اللي مسؤوله اعلاميا او الميديا او النادي الاسماعيلي اداريا، الصفحات دي لازم تتقفل، الصفحات دي لازم تتقفل، لازم يبقى في صفحه رسميه اوفيشال للنادي الاسماعيلي. زي ما في بس هم بيعملوا ايه بقى الصفحات دي؟ الصفحات دي بتهاجم، بتهاجم النادي، بتهاجم اللعيبه، لازم الناس تسيطر على ده، ولازم الناس تبقى مسؤوله في النادي الاسماعيلي. النقد مقبول، ما هو النقد مقبول، بس بطريقه دلوقتي انت دلوقتي انت بتحط النادي الاسماعيلي في وضعيه صعبه جدا. ده امن النادي الاسماعيلي، امن امن قومي. الاسماعيلي ما تقبلش النقد، بيزعلوا بيزعلوا. النهارده انت 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 كجمهور، انت كجمهور، انت جمهور، انت انت عارف الوضع الكارثي اللي انت فيه، واللعيبه دي هي اللي هتلعب وهي اللي هتكمل. من المفترض انت لازم تساند اللعيبه دي، لازم تساند ما فيش غيره. خلاص هاشم مشي، او هاشم موقع مثلا لفرقه المصري، وباهر المحمدي مشي، فهو الوحيد اللي في خط الظهر مع عمار، وعمار لسه راجع من اصابه كبيره جدا، وبالتالي كابتن هاب بدا يرجع الدسوقي اللي ماشي بشكل كويس طبعا، النادي الاسماعيلي خسره النهارده، ان يرجعه من الباك ليفت، يرجعه مساك. صحيح، فالموقف غلط، بس صحيح. انت بالنهارده الحاجات دي ما بتترتب عليها اخطاء، انت مين الخاسر الاول والاخير، انت كلاعب وكنادي اسماعيلي 100%.